ألفت خانم، حابة تشوفك مولاتي. دخليها. سلطانة، انشغل بالي عليك. تفضلي، ليش واقفة؟ مولانا خبرني بدكن تروحوا على بورصة. أمرت الخدم يجهزوا عدة السفر. بعتذر عن فضولي يا سلطانة، الحكم كتير عم يجوا وكل الحرم لك عم يحكي عن مرضك، فأجيت لأطمن وأفهم الموضوع. وأنا رح أحكيكي بصراحة وما رح أخبي عنك، مرضي خطير يا ألفت، والوضع ما بيطمن. مولانا مصر يلاقوا لي دواء، وإن شاء الله بيلاقوه. إن شاء الله أكيد الحكماء رح يلاقوا دواء. الله أعلم، حكم القصر مو متفائلين. المهم خلي الموضوع بيناتنا. إيه طبعاً. في أي شيء بقدر أعمله أو ساعدك فيه؟ الحرم لك أمانة برقبتك يا ألفت، لحد هلأ ما قصرتي بشي واشتغلتي بضمير، ومو ناطرة منك أكتر من هيك. أنا وياكي إلنا زمان مع بعض، لما بوقف وبتطلع لورا وبتذكر المواقف اللي صارت معنا، بلاقي إنه اللحظات الحلوة كانوا معك أكتر. خناقاتنا ونقاشاتنا إن شاء الله ما تركت عندك أثر مو منيح. ما بدي تكوني حاملة شي بقلبك علي يا ألفت. سلطانة، شو له لزوم هالحكي هلأ؟ كأنك عم تودعيني. ما يكون، الله يطول بعمرك لهالدرجة؟ حتى لو مولانا ما رضي يسمع الحقيقة، بس أنا حاسة إنه الموت عم بيحوم حولي. لا تجيبي سيرته بيحضر، خلي أملك بربنا كبير. كل هالدم والمؤامرات وصلوني لهاللحظة، وأنت بتعرفي الدم والدموع قلن تمن كنت عم حاول ما أدفعه، بس رب العالمين يمهل ولا يهمل. بالآخر خلى نهايتي مثل حكاية فيها عبرة. بهالقصر كل حدا عنده حكاية خاصة فيه، بس حياتك كانت غير. حياتك كانت رواية. كنتي مع ناس كتير طيبة مثل الملاك، ومع ناس تانيين دموية وقاسية. كل شي بالآخر يا ألفت إلو نهاية. ما بظن في مهرب. البني آدم فاني، رح يجي يوم نودع فيها الأرض. ما كان بيودي أحكي أصلاً بهيك احتمال، بس إذا كان وضعك مثل ما عم تحكي فما إلك جواتي غير الخير، وأنا مسامحتك على كل شيء. كوني واثقة. شكراً، كلامك هذا بيرضيني وبيريحني.
وين رح نسافر أنا وياكي؟ ليش وين رايحين؟ على بورصة. وليش على بورصة؟ علي أنا بيع. الحكمة قالوا إنه ميتها رح تفيدك والجو هنيك معتدل. مع أني توقعتك يقست بعد الحكي اللي قالوا الحكمة. يعني مو حابة تروحي معي هالمشوار؟ مولاي، السلطانة مريم طالبة تشوفكم. سليمان دخليها. مولاي السلطان. اهلا يا مريم. خير سلطانة؟ قالوا لي انك تعبانة. يا الله، رستم باشا هو اللي قال لي؟ سنبل خبرني، كان قلقان ومشغول باله عليك كتير. شو صاير أمي؟ ليش ما خبرتيني؟ يا مريم، يا حبيبة قلبي وعمري، مثل ما لك شايفة أمك بخير وصحتها ممتازة. مزبوط، وأنتي بتعرفي سنبل روح قلبه المبالغة والتهويل. نشكر الله، ما عرفت كيف وصلت لهون. انشغل بالي عليك كتير، شو صاير؟ عادي، شوية تعب، في شوية حبوب طلعت لي بجسمي، بس على الأغلب حساسية. رايحين على بورصة علينا بيع، وإن شاء الله استفاد وأرجع أحسن من قبل. انتي لازم تبدي العلاج بأسرع وقت يا هويام. رستم بنالك حمامات خاصة فيكي، إن شاء الله هالمياه تخليك تشفي وترتاحي. حكيم باشا قال لي إنه لازم تتحممي مرتين بهالمياه. سليمان، ما بيهمني الحكيم باشا والشي اللي بيقوله، أنا برتاح وقت كون جنبك. عفوا مولاي. شو في يا فرحات؟ الحكيمة يا مولاي ناطرة السلطان هويام، الحمام صار جاهز. طيب فيك تروح. سليمان، أنا ما بدي بعد عنك بنوب. روحي هلأ هويام، بشوفك بعدين. وجودي ببورصة بجوز ما يكون شفاء لإلي، بس رح يكون شفاء لإلك يا سليمان. إن شاء الله شفائك يا سلطانة بيكون بهالمياه الشافية. إن شاء الله يا خانم، بس ما بتوقع إنه تشفيني. بعرف إنه ما في علاج لوجعي بنوب. شو بعمل؟ مولانا رافض يقتنع بهالشي، مو راضي يصدق إني رح موت. أنا أجيت لهون بس لحتى يرتاح مولانا. لا تقولي هيك يا سلطانة، خلي إيمانكم برب العالمين كبير، وما للغير الدعاء. الإنسان دايماً بيلاقي شفاءه بالإيمان يلي بقلبه، وصدقيني الإيمان بيعالج الجسد. ولهيك ما تستسلمي يا سلطانة، انسي همومك وما عاد تفكري بشي.
يعني بالآخر رجعنا التقينا. ما اجيت لهون لحتى ضايقك أو إني ازعجك. أنت بتتوقعي إنه لسه في شي ممكن يضايقني؟ روحي يا جنان لو سمحتي. جيتي لتشوفيني وأنا بهالحالة، ما هيك؟ لحتى تشوفي انتصاراتك. أكيد جيتك لهون بس كرمال تشمتي فيني وتشوفي كيف تحول قصري لخرابة. ما ضل لي غير يوسف وجنان يلي ما رضيت تروح وتتركني لحالي هون. أنا خسرت كل شي. معك حق، مفروض تكوني مبسوطة. عم تشوفي أكبر عدوة لإلك مزلولة قدامك. أنا كمان ولادي ماتوا وكتير تعذبت وقلبي لسه عم يحترق عليهم، وأنتي بالذات أكتر وحدة ممكن تفهمني وتعرف وجعي. هيام ابني مصطفى، انت السبب بموته. ضليتي وراه لحتى قتلتيه. وانت مانك بريئه، مو انت اللي تسببتي بموت محمد. هذا غير عذابي على موت جهانجير. واذا الامنا رح تخلص بهالطريقه، خلينا نقتل بعض ونرتاح. شو جابك لهون يا هيام؟ أنا قريباً رح أجتمع بمحمد وجهانجير. بعرف إنه مالي حق بيلي رح أقوله، بس بدي ريح ضميري قبل ما اموت. ناهي الدوران، اليوم انا جاي اطلب منك السماح. انا مسامحتك على كل شي ساويتي، دنيا واخرة، وبكرة بيوم الحساب رح كون مسامحتك على كل شي بحقي. بس انتي رح تقدري تسامحيني؟ سامحتك يا هيا، مسامحتك. أنا مسامحتك بالدنيا والآخرة. وبكرة لما توقفي بيوم الحساب ربي يشهد علي إني مسامحتك.
الله يكون معك. انت كمان. دخيلك خلاص بكفي يا خانم. حليمة خانم، في كتير ناس ماتوا وتعذبوا قدام عيونك، مزبوط؟ انولدوا على ايدي كتير ولاد، وبنفس الوقت في ميات ماتوا قدامي، بيقولوا هي سنة الحياة. بس كتير بشع إنك تشوفي حدا عم بيموت. يعني كل اللي ماتوا كانوا عم يتعذبوا؟ جهانجير وقت اللي مات معقول يكون صار معه هيك؟ أنا هلأ حاسة بإنه الموت عم بينادي باسمي. مو معروف يا سلطانة، رغم كل اللي ماتوا قدامي، بس ما فيني أعرف هالإحساس حتى يجي اليوم يلي رح سلم فيه روحي. في شي حابة أعرفه. بيقول مولانا جلال الدين إنه موت كل إنسان بيكون على حسب أعماله. يا ترى موتي أنا كيف رح يكون؟ Cheers.
صحتي منيحة؟ وقت اللي بشوفك وجعي كله بيروح. لا تقلق، مجرد كابوس مزعج. خير إن شاء الله. شو هالكابوس؟ سليمان، صار لي كم يوم محبوسة بهالغرفة. خلينا نطلع نمشي شوي بحديقة القصر، الله يخليك، منحكي هنيك ومنشم شوية هوا نظيف. إذا كانت هي رغبتك أنا موافق. الحياة كتير حلوة، ورب العالمين وهبنا شغلات كتير حلوة. أنا وهبني العشق وخلاني كون سلطانة. أنا ما بدي أكتر من هيك. الأيام عم تهرب منا وما عاد فينا نرجع شي بنوب، والموت عم بيغني أغنيته. بعد خبر لأولادي يا سليمان، لأنه قرب موعد رحيلي. بدي موت بين إيديك والكل حولي. رجعني على قصري يا سليمان، أنا شاحزة.